النهارده هنتكلم عن كأس العالم وفكرة كأس العالم عشان الناس تعرف كأس العالم. كأس العالم أول ما بدأت أول بطولة في 1930 وكانت في أوروجواي. مصر ما اشتركتش، ما كانش لها الحظ تشترك. دي أول نسخة على الإطلاق. على الإطلاق 1930. تمام. وخدتها فرقة اسمها أوروجواي. كويس؟ وكان في استاد بقى عظيم في أوروجواي كبير أوي، هم خدوها. وكانت تاني بطولة على طول 1934 وكانت فين؟ في إيطاليا. وكنا احنا هناك. كنا احنا هناك بقى، احنا صعدنا ازاي؟ كانت تصفيات غريبة غير دلوقتي خالص، لعبنا الدولة الحبيبة بالنسبة لنا، دولة فلسطين، لعبناها ماتشين، ماتش 7-1 وماتش 4-1. دي كانت تصفيات بسيطة كده ونوصل لكأس العالم. وصلنا لكأس العالم بس كده، هي تصفيات بسيطة، هم ماتشين. دلوقتي بقينا نقطع مشوار. أيوة. لا ده مشوار كبير، ده احنا لما نيجي نوصل لسنة 90، شوف احنا قطعنا قد إيه عشان نوصل 90 بعد 56 سنة. بس سنين كتيرة قوي برضو، عايزينك تقول لنا ليه حصل ده يعني. في حاجات في النص كانت غير إرادية، ما بين انسحابات وبين حروب عالمية وقفت البطولات، واحنا ما كناش بنصعد. طبعا. لكن احنا هنتكلم ناخد كده من البداية احترام المشاهد، ان احنا نقول ايه 1934 هو الاشتراك الحقيقي لينا ها في كأس العالم. حلو. بعد ما صعدنا قلنا كسبنا فلسطين ماتشين ذهابا وايابا، وكان في اوكي لعبنا فين وبتاع، مش هنتكلم في الموضوع ده، لكن هنقول لعبنا كسبنا 7-1 و4-1 صعدنا. واحنا مع بقى الفرقه العظيمه القويه جدا في ذاك الوقت في الثلاثينات، فرقه المجر. لقينا بقى ايه المجر من لعبها بقى. المجر وقتها كانت قويه. طبعا 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 طبعا. وبعدين احنا لعبنا كمان. وبعدين كان ذاتها بنظام المغلوب، تتغلب ماتش ما تكملش. من زي بعد كده ما شفنا سنه 90 الناس اللي حضروا ازاي، كان في مثلا 3 ماتشات تقدر تعوض في الماتش ده، تكسب في الماتش ده، تتعادل في الماتش ده. طب لو ما كانش ماتش 90 ده ماتش بتاع مصر والهولندا وتعادلنا، ها طب ممكن كان يبقى فال حلو وما جبناش الجون، كنا ممكن كسبنا الماتشين اللي بعديها. أيوة حاجات أيوة كثيره ظريفه كده. لكن نرجع ونقول بقى نرجع نشوف دلوقتي اول فريق اشترك في كاس العالم في 1934، ويبدا بنحضر الصورتين اللي جايبين. عملوا قبل كاس العالم فرقه كده حضروا منتخب مصر عشان كاس العالم مفاجاه، فنعمل فرقه تحضيريه كده، فلعبنا ماتشين مع يوغوسلافيا تعادلنا معاهم 3-3. ولكن بعد كده زودنا عناصر اخرى، وفي بقى هيجي دلوقتي صورتين لاول فرقتين، يعني اول فرقه مثلت مصر في كاس العالم اهي دي. الصوره دي بقى في 1934 هنلاقي بقى مين؟ محمود كامل منصور حارس المرمى كان في النادي الاهلي. ها تمور بقى بلعيبه كبيره ما شاء الله. شوف الصوره جميله ازاي هنا. ده الفريق الاولاني قبل ما يروح كاس العالم، واخد بالك ازاي؟ اللي هم لعب. بص مين في النص اللي قاعد. لا احنا اكيد مش هنعرف. لا انا قصدي ده عشان ده رمز للنادي الاهلي وملعبه، ملعب النادي الاهلي في الجزيره باسم مين؟ التتش. التتش. اوبا. مختار التتش. مختار التتش. كان هجوم رهيب مع الكابتن عبد الرحمن فوزي. يا خبر شكله وهو صغير مختلف تماما. لا لا هنا دول اول ناس في صوره كمان. لا بس الشكل. لا ده في صوره كمان يلا تجيبوها كمان. ماشي دلوقتي. الصوره دي جميله قوي لانها واضحه الملاءه. الله هنا بقى بص هنا كمان احنا بنتكلم على كل الناس ما بين التتش. مين في النص؟ هو ثالث واحد بقى من الشمال ولا ايه؟ صح كده؟ ايوه. ومين في النص بالظبط اللي هو قايم سنه كده وقاعد؟ كابتن ايه؟ كابتن محمد لطيف. المذيع العبقري لعيب المختلط الرائع المعلق المحترم طبعًا. الجميل اللي ابنه موجود المعلق الاستثنائي طبعا اللي لا جه ولا هيجي زيه ولا في طعم ولا في شعبي اللي احنا بنتكلم كده احنا بنتكلم ها صح. مصطفى كامل منصور ها لعيبه جامده جدا هو طبعا بصفه خاصه مختار التتش اكيد اكيد اشهر من نار على العالم ولكن عبد الرحمن فوزي من الناس اللي اتهضم حقها الى حد ما يعني كان ليه اسهام ده هو كان ظاهره جميل قوي واخد بالك بس جميل. مش بنفس شهره غيره ليه لان هو اتنقل من مكان لمكان لمكان وكانش لسه في الميديا النهارده الميديا بتخلي من اللعيب ال 50% 1000% صح النهارده الميديا ده يتكلم ويفتح صفحه ده يفتح ما شاء الله في ظروف تانية تختلف كابتن الخطيب احنا انا عاصرته ها يعني لو كابتن الخطيب موجود دلوقتي ولا موجود الترند لمده 40 سنه ورا بعض طبعا لان الكوره هي اخلاق ومبادئ وقيم قبل ما تكون رياضه وتيجي تتجمع في نجوم كتير بلاش في تاريخ النادي الاهلي وتاريخ مصر زي كابتن الخطيب وكابتن حسن الشحاته ناس كتيره ما نقدرش نختلف عليها طبعا. في الاحترام والادب